أقوم العايز كده. جي جي اصبر، غير فاضي وجهي، غير تذكرني تذكرني. سيري مسكنك حيث سرتي. امشي امشي سقان سقل امشي انا امشي انا قانا ساسري خذي باقوة اسري خذي باقوة اه قانوني ثم اسري خذي باقوة ونو خذي تسرين ثم واحد نغوة تنسرين عجيب قمر غادي نواحي من باكور ريس من باكور نواحي من ريس ديال الجبل انا و الراجل من العنصار موامان عطاتني بدا نكين فان الزايس شافان الزايس عطاتني بدا العنصار مش تعوضني بدا خو غاس نوض غادي نزع لان كاع غادي نجي مبرد دم قناطس باش نسيو للمتبعين نوصلو للمتبعين ديالنا نوصلوهم الحقائق والروبورتاجات دائما من جديد باش يبقاو يشوفوا المعاناة اللي كيعانيو الفلاحة هادي الساقية قونتاجة موامان قونتس باش نسيو التبرات النخ تبعت دانيتي شنو زعما يزيد كين ومان ما يزيد كوا العنصر مقران خبات نوض ان شاء الله باش المتبعين ديالنا غراجة ما نغوها فيديو انا نكاع باش تزعما شنو مفاجأة تم قرانت ما يزيد كين ومان تبع ما نغت لاخ راجل باش ندير لكم مفاجأة المصدر نتاع الماء البارج نتاع الماء وبغيت باش تشوفوه وتقاسموا معنا هاد المعاناة اللي كيعاني به الفلاح الصغير واللي كيعاني فيه سحاب البادية او سحاب القرى تقلي مي فتح نوات الزون ما راس تقلي يمكن ايوا الزارع تقولوا لي بوبريين اغلبيات ما ما الناحية موامال ما الناحية ميتين الناحية يجي اما الموجود مرق الناس القسمة الصبع هذا القدر ماشي هذا انت كوري كوري شنو الفرع يتقى ما نوحس ياش ماري انا وخصنا على ذك القوتي قلت ذك نحاول ننتقل من غير المحرر ما شنو ما نخمل هذا جد خزار ما قد نوما منها تبع ما نغير ثما باش نصا المسطر من الباراج شاف كيف باب الناس تخلى نخرج معايا غاش حضا رفيع ابقى ما ريش السماني واه اصلا غاتخزع شحال من مليون طون وما نيدي تفغن زير عنصر تخزا درخ وشي لها بالعين المجردة واش تخزا هاد السون القبيلة كمر هادي زايد رخ هاد السون لي جرام ثلاثة فيني فيني داوني من ديفارينا شجوع الزيتون ولكن المكنانة ديال الجمعية مولاي التوامي المديرية الفلاحة غتساهمت تعذر المشاريع الفلاحة ديال المنطقة غتخزا هداك هو من الناس تحكي تلقوني كما الخو اكيخ عانا موكني وشويت زي المعاناة زي غنعدو الميس غانك باش هم نسيو التابرات سبحان الله العظيم سبحان الله
انا مشي مت بالله مشي بالله على من تغيم علينا ونهار اي خاش من دينا مشينا لا 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 وين تما كاين واحد الاستعمار الاستعمار الاصلاح هو غادي نصور تقريبا نتاع اليوتيوب تقريبا ما قبل الاصلاح وغادي تبين هي موت وين هي متكين ومن تكين فينا البناء هي بعض صار سي وغير التخريب وين شويه الحمد لله كما اخو من تش من داي تش من سيف ذا اللي من سيف وانت وانا في ايام ولكن انا قاسحني ولي تاكي الزايد صغير صغير فرزي يفضل من باكو تغلوان ايس فينا اقونا قلق من باكو لان واحد من سيدة الجبل مش تورا امان صحيا في الزار امان اللي مريض بالكلاوي هاد المصالح في السع كيهبط الكلاوي كيحيد الحجر من الكلاوي وكنتمنى من الاخوان اللي مريض بالكلاوي وكنتمنى الحاضر يعلم الغائب باش الناس يجيو لهاد الحمام هذا هي المفاجاه اللي قلت لكم قبيله غادي نوصل واحد المفاجاه هذه هي المفاجاه اللي بغيت نوصل لكم كيف كتشوفوا الماء من كيخرج من العنصر شفتوه كنتمنى من الاخوان تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل للناس اللي بغاو اللي راهم مراض من الكلاوي يجيو لهاد الحمام اللي جا في باكواد النواحي نتاع بني سيدة الجبل ولهذا اللي كنتمنى من الاخوان تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل للناس اللي مساكين مراض للناس اللي كيمشيو للفزوال اللي كيمشيو وهذا ما كيفاش سولنا الاخوان وكسولنا خلصنا قريب يعني يوذس الله يوذس مدينه نور الحمام باكواد اضجار من شويه ثمانه هاد سوان لي سبحان يواتا سبحان الماكلة سبحان مامي سبحان يثيسي يعني صحيون حتى العلاج يتسمو جو سبحان الكلاوي ولي غا يزيد القراني تسمى يعني نتمنوا الاخوان تشوف الماء كيفاش كيجري شوف الخير نتاع سيدي ربي وكنتمنوا الاخوان اللي مراض الكلاوي ولا هكاك يجيو لهاد المنطقه نتاع باكوار نواحي بني سيدة الجبل والله يجيب الشفاء لكل مريض ان شاء الله ويبعد هذا الوباء ان شاء الله احنا وصلنا حتى لهنا جبدنا بزاف ديال الطريق باش نوصلوا لهنا بزاف ديال المعاناه نتاع الطريق باش نوصلوا لهنا باش نوصلكم في الصوره الاثار الاستعماريه وما قبل الاستعمار الاثار باش نشوفوا الاثار ديالنا وفين كانوا الاجداد كيشربوا فين كانوا الاجداد كيديو الماء فين كانوا كيجيبوا البهايم يجيبوا هكذا ولهذا اللي كتشوفوا الاثار اللي شوف كيفاش جا هذه في النواحي نتاع باكوار بني سيدة الجبل التحيه للجميع المتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن تحيه للاحرار تحيه للناس الشرفاء للناس الغنيين عن يعني اللي كيبغي هذا الشيء نتاع الاثار واللي كيبغي هذا الشيء نتاع الماء لان هذا الشيء راه بزاف اللي نتاع يعني الناس اللي مازال ما شافوهوش مازال ديال الناس اللي ما وصلوهوش ولهذا اللي غني على التعريف لهذا الماء اللي سولنا الاخوان اللي من النواحي تاع سيدة الجبل اللي كيقول هذه المصالح الفكريه الكلاوي اللي مريض بالكلاوي كيسفي الكلاوي وشكرا اختي واخي العزيز المتبعين خارج الوطن وداخل الوطن.